الصالح بس بالعداوة، لان البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ هيبقى ليك عم جداف. على فكره ماليش في البانجو، انا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، تعرف يا صالح انا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل ايه؟ احنا 5 ساعات ولا 6 ساعات ونخلص. امسك فك فك. يا عم انا ابويا لو عارف ان انا بشرب الهباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى ابوك، ابوك مسافر، فكنا بقى. امسك. انت متاكد انه خفيف طيب؟ جدا، ملوخيه، تطلع بلاستيك يا عم مجداف. اه زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط. انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها؟ انا هقدم على الخرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. اوراق ايه؟ سيني اشرب شويه بس. استاذنك ممكن تطلع تجيب كوبايه ميه من الثلاجه اللي وراك دي بعد اذنك؟ ميه؟ ما اجيب لك غدا يا اخويا احسن. بعدين يا صالح، يا صالح انا كلمت في الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. استاذ وائل يجيب لك ميه ويعني ايه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في ايه يا جماعه؟ اه ايه ده؟ معلش اصل انا البنطلون مبلول وانا ما بنشره بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حضرتك ميه معايا هنا؟ وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكمل. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. امور حضرتك عايز حاجه؟ عاوز حاجه؟ ده تالت مره بتسالني السؤال ده. معلش اسفين امور. عايز افتح محل مخبوزات وعايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط. تقول لي اسم المحل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اسمي انا نجوى؟ اسم امي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عمرو، بس يا عمرو حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هتبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شايفين حاجه انت وهو يا فندم؟ ما هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ مفيش اسبوع يعدي غير لما يجي لي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه؟ انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجي لي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى؟ وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم، مش معنى في البنك. اه طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك، ما هيمشي الكوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الهباب اللي انت هببته في البنك النهارده، ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ ابقى اكذب يا غلط. تكذب ايه؟ الشرف اللي عليك ده يا اخويا. قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرايه يا سامي مالك بتتكلم عيد انت كمان. سامي؟ اه سامي. امال ساميه؟ انا هسكت له.
شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعه ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقه دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زاله لسان وهفوتها المره دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين ازقروا هنايا. احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زيرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبيننا يا زيرو هنايا. احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها شبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا ابني انت طالما النضارات ده من هنا امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا ابني، انت ده ابن سايب باطو صح؟ اه اقعد، انا شايف فيك مشروع شبح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك الدنيا، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ واروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ كده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ادينا في ده. الله يخرب بيتك. الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ارحم. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه، يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك افتضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى يا جماعه، احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. ايه ده عمور، ايه ده؟ فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. ده ايه يا عموره؟ ايه بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكره كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب على رواقه. حوارات انا برضه. اقول لك العب، ادي الدراع لعمك عمرو يدخل يلعب. يلا يا حماد العب بس. يلا تعالى هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي دراعك كانت معلقه. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كام كام؟ بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساز جالة ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس يا صلاح؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس؟ الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبني على ملا وشنا. ايه ده بس عشان انا موجود؟ ايه ما جوه؟ هي حضرتك خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض.
عايز تولعني الشقة؟ أنت فاكرها الزريبة اللي أنت عايش فيها؟ جرايا أم صالح أنت. إيه أم صالح دي؟ هو أنا الخدامة اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه؟ ماليش اسم تناديهولي. جرايا صالح أنا ساكت عشان خاطرك أنت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا عصب. عايز تضربني؟ جرايا أم صالح في إيه؟ ما تضرب. أنت خلاص تضربني ليه؟ يا صالح. صلى على النبي يا صالح. أنا ساكت عشان خاطرك أنت. خلاص يا حاجة صلى على النبي بس معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم اوطي لا ابو وطي هات السيجاره حاضر حاضر ايه انت بتدهاني روح ارميها في الزباله روح ارمي ارميها في الزباله خلاص 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 معلش يا صالح خلاص بقى معلش خش خش اجري على الاوضه اجري على الاوضه يلا انت اتجننت يا صالح عايز تسرق البنك يا ابن اللعيبه يا فاجر انا معاك يا نجم في المصلحه دي مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما يا عم سيبنا احلم البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه يا نهار اسود ومنيل 15 مليون جنيه لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها انتوا كفيلين بيها انا مش هعمل كده صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف، عملية استلاف يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو احنا حرامية يا حبيبي احنا هنستلف ال 15 مليون هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون بس دي مش قسمة العدل يا نجم تمام خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده؟ لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وديعة في البنك هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنة نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3 ودي مليون يبقوا كام؟ 4 وأنا واخد كام؟ 4 يبقى اسمة العدل ولا لأ؟ صدمتك شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدفري حاسك دماغك أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود يا نهار أسود أنا أسرق بنك؟ لأ لا 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 انا مش هعمل كده لا لا عمور يا حبيبي احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه ونعمل مشاريع ونكبرها ونكبر السايبر خليك معايا بس طب انت مش عايز تستقل عن ابوك ها ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا المهم بس دلوقتي يا نجم هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق اسم الله عليك بيقول هنسرق اسم الله عليك ده فوقي ده اسمها استلاف عملية استلاف يا زئرو حاضر يا نجم هنستلف البنك ده ازاي؟ فول خلاص يا عم ما تزعلناش الله اللي قول لي ادعى ابوك تعديه هنا على طول ايوه يا ابني بيتنا يعني انت ادعى عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله اللي قول يا عم ابوك قاعد قد ايه بره 15 يوم يا زئر حلو قوي قوي 15 يوم دي جيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه فما تظبطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه اقعد يقول لي تقضي معاناتك وحياتك والكلام ده اقعد ساكت بقى اقعد ساكت ايه بس في ايه صالح انت اتاخرت ليه يا صالح وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير ما هو قاعد بنقف في الميه في حاله هو عمره ما عملكش حاجه دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته وشكلها كده يعني في خطه حلو قوي بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم طب ثواني بس ثواني صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه خلاص يا عم ما توقفش فينا كده بعمل بيبي في الميه اهو اهو بيعمل اهو بيبي في الميه انت بتعمل ايه في الميه بس بقى يا رب تقعد تسكت بقى هم بيشربوها هي بقت ورد ده مقزز يا اخي ده كان مقزز بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى عايزين نستحمل بعض صالح انا ما عنديش مشكله معاه بقى اتفضل يا سيدي بص اتفضل لابس ايه ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده ما انت برضه الواحد ليه طاقه يعني ادافع عنك اقول ايه القرار اللي انت لابسه ده ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده خد دقيقة دي بس اقعد الله انت مش شايف اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى حاضر يا عم حاضر حاضر دجلك دي
اسمعوا بقى يا رجاله، انا وصلت الخطه، والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره، هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبني انا زيرو، حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ، لف سجاره مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه، وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق قد انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في المدرسه. يعني على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا يعني مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره، عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي؟ اللي بتلشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب انا قاعد معاكم، والله يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين، واحد البرشام لحس دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله، كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفلي زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يالا بس انا بتاعي. لا لا معلش ماشي، عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين، رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكرة الصبح بإذن الله ساعة عصاري كده نعتمد الطريق، نص ساعة نوصل، ساعة زمن نخلص المسائل. بس احنا كده هنبقى محتاجين مواصلة. طب ما احنا ممكن نروح بأوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في آخر الشارع يا عمرو، هنروح نجيب سلاح بتاكسي. أنت متخلف يا ابني. أنا آسف، سوري سوري. يا عم اقتراح يا صالح، مجرد اقتراح. الله. ولا عايز ايه؟ أبوك بجد واخد عربياتهم جراشة ولا أنت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم، يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثة، أبويا معاقدني وساحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامية جمال. سامية جمال مين؟ سامية جمال الفنانة. سامية جمال. انت يا ابني سامية جمال. يا ابني الرحافة. انت متخلف يا ابني، ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامية جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامية جمال. يا جماعة ابويا معجب بسامية جمال، يعني بيك فان لسامية جمال، فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي يا حبيبي يا فنان، والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا طعنوق؟ ليه علبت العربية ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ هي دي هواية بقى عشان نصلح. خف ايدك، خف ايدك شوية. خف صعبك يا نجم بقى. خف ايدك شوية. معلش يعني دي هواية ب 20 جنيه، ركز بس معايا أنت، ركز معايا. دورك في المهمة جاية يا بطل. أنا معتمد عليك اعتماد كلي. بكرة رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي أمك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعة، أبويا لو ايه ده؟ صالح هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انت اهبل يا عمرو، انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا بتنسى؟ بالراحه. الله، بكسر التابلو عشان اطلع سكتير الكونتاج. خف ايدك يا حبيبي. بيكسر التابلو. دي حاجه بامير، بتتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90,000. 40,000 بتوع السلاح و50,000 بتوع البورصه. ها؟ صح. شفت اللي فاكر فلوس البورصه ازاي؟ صح. عشان تعرف ان انا حقي. صح. قول للغبي ده بالراحه. بالراحه. دارت يا سيع، دارت. بالراحة بالراحة.
بس 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 استنى استنى، ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا ندور العربيه. ها مش هتاخر، مش هتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. حاضر. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطباحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشة. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ اه والله. هشوف. خش خش. معلم بدير اصطباحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضه، والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش خش. معلم بدير في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عود؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اتكوا بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المني وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس يا حمك؟ خلاص يا عود، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزينه. هات يا عم انت بتفهم الحاجات دي. ايه ده يا ناجي؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ اهو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكافئه. عشان نعرف التكتيك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك يا تهمد وتسكت وتطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسي. ابو الزعبور، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه بتحبني ولا عادي؟ عادي. انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من عادي حبيب قلبي. كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده قبل اي كلمات، مش تعرفني على مجالك؟ اه ابو اخزا عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامة؟ سهلا سهلا سهلا. زيرو زيرو اهو، دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. هي دي الجرأة اللي كانت منيه في البقر ده؟ اوعى كده. خليك معايا بس دي معلمين. ثانية واحدة. أبو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في الماسورة الرئيسية. منور يا صلوحة، منور يا حمامة. ثانك يو. نورك والله يا سيدي المعلمين. بقول لك إيه، إحنا كنا مزنوقين في حوار كده. محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده. عفيفي منورنا يا رجاله. فيفي مسؤولة الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافر. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استاذ فيفي، عرفيني بالمرة على أصحابك. أنت تأمر. سؤال والنبي. نعم. إلا فيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. أحب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفلة. صاحبك جريء قوي بس فيفي هتفلطحه. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيتش عندك قنابل. وإيه العبارة بالظبط؟
هو انت عايز ترسمت الاسلحه دي في ايه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في مينت. ما قلناش تفصيل بقى نقابله معلش. استاذ شيبوب معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في تلات عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس اطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب، اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح. الشغل اديل سلوحة. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشة بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. اه حلو بقى. لا شكرا. يلا كمل. مش هتكمل. ايه ده؟ جرائم انك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بلعب انت وحمامة بقى عسكر وحرامية فيه. ماشي. بقول لك يا عم زعبور بكام الحتة؟ بثمانية. يعني التلاتة ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود. الفلوس فين؟ نعم يا اخويا؟ لا يا حمامه اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرط والكلام ده مش هياكل معايا. دور كويس دور كويس. شوف جنبك طلق هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي. صالح النجم وعمرو بن الناس طيبين. وزيرو يعني الناس دي هتاخد صورة مع زيرو للصورة. وبيبي بيبي اللي جاب الشباب سلاح. بتصعب ايه؟ ايه عايز ايه؟ يا نجم ايه الماسكة دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ بس مخيل وزارة كليك عين كمان. رد اتبسط قوي. امسك يا معلم عدهم. عيب الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ سكلكاتانا دي اسمها ايه؟ البت المستردة دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش بنادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه. اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع. انا كمان شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. اسلم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. يا
نهار اسود، هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه خالص. يا نهار اسود صالح، قوم وضب معايا، قوم بسرعه، انا هوضب هنا وانت وضب هناك. انضف فين؟ هناك بس بسرعه، وحيد ابوك. قوم. انت صباحك فين يا عمر؟ اقول لك فين وما تزعلش؟ قول. المهم انت ما تزعلش. يا صباح يا صاحبي. انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال، وركبت اول موجه في سكه الاموال، اروح لاول واحد. هو انت سايد عليا كده ليه؟ الصباع ايدك هو اللي طار، انت بتقرق ليه؟ تعبان يا صالح، تعبان. انا مش مصدق يا اخي ان انا مش هشوفه تاني. هو ايه ده؟ صباعي يا صالح، صباعي. صلاح، هو الصباع ده مش ممكن يطلع تاني؟ ده على اساس انك برص؟ انت متخلف ادي عمرو. يا ابني هو مش الضفر بنقصه وبيطلع تاني؟ احنا مش نفكنا من المحن ده ونفول العمليه بتاعتنا ولا ايه؟ اتصرفنا في موضوع السلاح، هنتصرف ازاي في موضوع القنبله؟ مش عارف، هنتصرف. هنتصرف ازاي؟ هنعملها احنا؟ اه صحيح. طب ما نعملها، ما نعملهاش ليه؟ هي مكرونه فرن. نحط القنبله في الفرن تطلع لنا جاهزه. مش عارف بقى، نشوف اي طريقه ونعملها. هنشوف اي طريقه ازاي يعني يا صالح برضو؟ نشوف اليوتيوب. يوتيوب ايه؟ احنا ندخل رابع ما بيننا ليه؟ اكتب يا صالح. كربونات صوديوم. صوديوم. حمض كبريتيك اللي هو ميه النار. ميه نار. باودر من الفاير ووركس. كور بينج بونج. والغالب على الارض بقى ولا ايه؟ لا، الاستظراف هو انت ايه اللي انت عامله يا متخلف ده؟ انت قاعد بالشبشب بتاعك على السرير اللي انا بنام عليه؟ اقلع. حاضر حاضر، معلش انا اسف. كاندلز، باتريز، شمع، بطاريات، فينيجر، خل، بطاطس. لا ثانيه واحده بقى، شبس ولا صوابع؟ هو انت كده بتبقى عامل الشكشوكه؟ بتترجم صح انت ولا انت معتوه ولا ايه؟ ما هي الترجمه كده، هي بتقول بالانجليزي بوتيتوز، هتبقى ايه؟ يمكن بالانجليزي ليها معنى تاني، يعني زي عندنا احنا هنا ارنب يعني مليون، فاهم؟ اكيد بوتيتوس مش يعني ارنب يا جماعه. ما يمكن بوتيتوس دي يعني بطاس. مش بس خلاص انا اسف. كمل يا عمرو، كمل يا اخوانا. انا حاسس ان الوليه دي الشيخه خديجه المغربيه بتاعت رد المطلقه وقلب الحبيب في ثلاث ساعات، والقنبله دي لا هتفرقع ولا نيله. صباحو ابيض. هتفرقع وهتشوف. بس كده انا شغلت التليفون، وروح ورا التبه واتصل بالقنبله. يلا. لا لا لا، استنى استنى، الست كانت بتقول ان في اخر حاجه بقى نحط بنزين. يا ابن اللذين يا دي عمرو. طب والله ليه لازمه اهو، تيجي عليك اوقات كده بتفكر جلع. زيرو البنزين بسرعه. يلا. بنزين ايه؟ الازازه اللي فيها البنزين كانت على السفره عند عمرو، قلت لك خدها، احنا خدها احنا خارجين. ده انا شربتها واحنا جايين في السكه. عم بيهزر بيهزر. اهزر زيرو، مش هتهزر. يلا. والله العظيم شربتها واحنا جايين في السكه. هو ده كان بنزين؟ يعني انت يعني غبي وسكتنا؟ مفيش طعام، ما بتدقش، ما عندكش حاسه شغاله؟ ما انا قلت دي صفة عاليه يعني، وانت دماغك تقيله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقوش. ما تقلقش، يعني هنعمل ايه يعني؟ انا هتصرف يا اخي. تتصرف هتعمل ايه؟ هترجع؟ يا اخي
بس يا ابني بهدلت الدنيا بهدلت الدنيا. انتوا منين البنزين دول؟ من تانك البنزين بتاع العربيه. برضه ساعات كده بيبقى ايه شكله كده ايه لما بتقرب للجد بتفوقه بس كده ايه. كده تمام. يلا يلا يلا. تعمل ايه؟ بص هنا حلو قوي هنا حلو قوي. استنى انت بتعمل ايه؟ حاطط له قنبله عشان افجرها. طب تفجرها انت ليه ما فجرهاش انا ليه؟ يا عم تكبر يا عم هي لعبه يا حبيبي انت عيل صغير. يا حبيبي مش عيال ما انت اللي قافش فيها اهو. اه صحيح يا معلم انت اللي قافش فيها صح. ما تديني انا افجرها طيب. انت هتزيد انت كمان انا اديتك الموبايل هتبيعه. لا لا انت انت يا ابني حبيبي اكبر انت عيل صغير ولا ايه اكبر؟ حبيبي العيال الصغير هو اللي بيشبط في الحاجه وانت شبطان اهو. هات لو سمحت يا صالح. ما تلمش ايدك عشان ما تقفش بجد. ها؟ دي. طب اقول لك على حاجه؟ نلعب كيلو بامية. ماشي يلا. انا موافق. كله بامية القطة العامية فرقت. قعد يا صيا. عملناها يا رجالة. جدع على صالح. عيب عليك. خش. على دماغك. تصلح يا معلم عادي على فكره. ولا عم انت كويس؟ معلش يعني يا اخوانا يعني انا عارف ان هو سؤال مش في وقته يعني. احنا هنروح ازاي من الحته المقطوعه دي؟ صالح ايه ايه يا اخي اوعى عايز ايه؟ بقول لكم ايه؟ مش عاوز حد يفتح بقه كله يقعد مكانه. استني انت حاجه استني حاجه كله يسلي نفسه. قومي قومي اتفضلي. انت عايز منين ايه؟ انا مش عايز اموت مش عايز اموت مش عايز اموت. انت ماسك في الدنيا كده ليه؟ انت حد كلمك؟ مكانك هنا. بقول لكم ايه؟ اليوم حمش رايح الفل لو سمعتوا الكلام ومحدش يكون فكر يضايقني عشان اللي هيضايقني هزعله. ها؟ سامح يا سامح يا سامح انت يا عم الضفدع انت ايه؟ خد لي موبايلات الناس اسجله في ورقه ولا سايبه مع الموبايل؟ فوق معايا بلاش غباوه. تعالى خد الشنطه القماش من الشنطه الكبيره خدها وتلمي لي عدد الناس الموبايلات. اه معلش انا متوتر جدا متوتر جدا. معلش معلش. ها مجدي مجدي تثبتي بقى يا بنت يخرب بيت حلاوتك. اخ ده اللي ربى بتاع مربى. انت يا زفت يا نجم. ده مؤاخذه يا نجم اصل لابس بتاع ملابس. ابوس ايدك ركز معايا ما تودناش في داهيه. حاضر يا نجم. فين مدير البنك؟ ايه يا صالح؟ مكتب استاذ نزيه فوق يا ابني انت نسيت. مش جماوة بس استاذ نزيه دخل الحمام. بس انا نائب المدير لو عاوز اي حاجة انا بحل محله اتفضل يا عمر انا موجود. انت حد وجه لك كلام؟ حد وجه لك كلام؟ انا هحط اعصاب فين مدير البنك؟ بقول لك ايه ما تيجي نمشي. نمشي ايه يا ابني؟ انا جايبك كاين استاذ كفاية. ما اصل بقول لك ركز معايا الله يبارك لك. ها؟ خليك هنا وانشف. الناس دي لو حست ان احنا هفقات هياكلونا. ماشي هياكلونا. ركز وانشف.
خد نفس وزعق فيهم. انشف. حاضر هنظم نفسي. نظم نفسك يلا. هنظم نفسي. اه بالظبط. طيب بصوا بقى علشان نبقى واضحين ماشي. لا ما تخافيش ما تخافيش ابدا، ما يغركيش ماسك السمكه ده، ده تحتي قرش. اقف عندك يا ماما. انت مين وعاوز ايه؟ ابوس ايدك ما تقتلنيش في الكمانين. حاضر هستناك لما تخلص، بس هات الموبايل. اديني فرصه اخلص لما محصول الفراوله. بقولك هات الموبايل، انت بتهزر؟ خلص بسرعه. الراجل بتاع العم بيضرب علينا نار بالجهه دي. نفسيه بقى مش بوري له الجهه. طب بقول لك ايه، روح انت امن الراعين في الاوضه دي وتعالى بسرعه. يلا راجل خد دي. يلا يا اخويا يلا رهاين. عمرو امن لي ظهر انت. ها عمرو ايه يا ابني، مالك تخبيك كده ليه؟ انا صالح يا ايه، انا صالح يا مالك. انا مش سامع حاجه خالص، مش سامع حاجه. السبب الحيوان صاحبك جيت اتحمى فيه بيضرب نار جنب ودي لحد ما اترش. انا اترشت يا صالح. مش عملت ايه في الواد ده؟ عيل طارق. خدي انا اقول لك، انا هغطي ظهرك وانت تهجم عليه. جاهز؟ مش معايا. اهلا بك شفت بيعمل ازاي؟ هنعمل ايه في الراجل العنكبوت ده؟ هنصطاده ازاي؟ مش عارف. هقول لك تعالى معانا نطلع، وانت خليك انت هنا. ايه؟ انت خليك هنا انت. انا مش سامع حاجه خالص يا صالح. كريم اسمي كريم. ايه كريم؟ هقول لك انت خليك هنا، انا وزقرو هنطلع نجيب عم مجداف ونجيلك. ماشي؟ ماشي. يلا يلا ماشي. تخبى في اني جحر ابن الكلب. خش جوه يا امي، خش جوه يا ماما. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا ظهري. ايه؟ هنعمل ايه؟ خش انت من هنا. وانت هتعمل ايه؟ انا هستنى هنا. نعم اخويا؟ انا هخش من ناحية تانية. يلا يلا. ماشي. الباب ده عشان ما لقيش مخرج يخرج منه. طب ما تخليه هو جوه واحنا بره من غير اكل ولا شرب، يموت موتة ربنا. هو فار؟ ثم ايه؟ راجل قد جدنا مش هيقدر عليه ولا ايه؟ معلم زقرو قد جدنا مين يابا؟ ده المعلم رسان، ده فاتحك في المكتب. على فكره كنت قاصد، بس انا قلت باين معايا يعني عشان راجل كبير. يلا يلا احمي ظهرك يلا. ولا زقرو اسمع ده يا صالح، راسه عندي ايه؟ هو قدام الحمل يا ابن العبيطه.
هسلقك لو ضربت المنبر. مش هتلحق يا ابن الكلب، يعني عارف انك هتموتني؟ دواء عندي، لا مؤاخذة يا صاحبي. كتم بقى، شوفوا بقى، بقول لكم اللي هيفكر يعمل حاجة أو يتحرك من مكانه أو يقل عقله ويبلغ البوليس، أنا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، دي مغامرة ممكن توديكوا في 60 داهية. خاف على راسك يا أخويا. بس أستاذ سامي الكلام مظبوط، اللي هيفتح بقه من غير ما أذن له أو يعمل حاجة تضايقني أو يعصبني هزعله وهزقه. يا أستاذ جاموسة أنا ما قلتش حاجة. الله، طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. هلا لا مؤاخذه يا نجم. اي يا ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب والسكر يال عليكي تاني و... حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك لو سمحت. أنا عندي مشكلة. أموري. أصل أنا عيانة وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا، أصله حقنة ولازم حد يدهاني. في العضل؟ أيوه. أنا كنت شغال في صح باب الشعرية. اشتري مني، انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس لا خلاص انا قلت مفيش ادويه، يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن، يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده؟ انا والله يلا يا ابني يلا. يلا. عم اخبار عمرو صالح، قال لي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. شش، طب اصبر، وطي صوتك وطي صوتك. ايه وطي صوتك؟ هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه، سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه ننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي، اهدى يا عمور، اهدى يا حبيبي، خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا، انا هموت هنا. لا يا حبيبي، انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ احنا جايين رحله يا حبيبي، خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص اهدى. كله بسبب الحيوان ده، قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقولي على صوتك؟ انا اتطرشت نهائي. لا لا انا اتطرشت الاول، كنت بسمع تشوش بس مش بسمع تمام. يا سيدي لا، ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا لا لا، من غير ضرب، من غير. يا جدعان ما يمشيش يا جدعان، احنا مش احنا فين يا عم؟ تعالى يا واد اتكلم على خالك. هو ده خالي؟ ازيك عين وعين في بالنا. هات ده بقى نصطيه بقى يا حبوب، وخد ديت. انت ايه اللي جابك؟ يا سمير مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه، انت اشتكيتي له؟ اشتكيتي له وقلتي له؟ اختك مش فهمان يا خال، انا فنان، فنان والله العظيم ثلاثه يا خال. فنان ايه يا دوه؟ ده بايه؟ ده انت من عيلة الأباصير يا راجل. بقى ده أباصيري بقى شندويلي. أباصيري ملوك الكيف يا كلب.
عاوز تشتغل في الافراح والموالد عشان تعرينا. افراح وموالد ايه يا خال؟ افراح وموالد ايه؟ انت لسه عايش في موضه الترنجات الملونه وجلجيلي جلجله يا خال؟ دلوقتي في نت، في تكاتك، انت مش بتسمع الاغاني بتاعت اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقه هي بتعجبني، وانا كمان بتعجبني، بس هوايه يعني ما فيهاش مستقبل. هوايه ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هوايه، ولو كترت في كلام هديلك على وش امك. لا مؤاخذه نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخويا. انت عايز ترينا يا ابن الجزمه؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمه، بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب، بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيله واطيه يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنف فالك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لا مؤاخذه بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ ما حدش لحاجه عادي، ما حدش لحاجه. يا ولد انت بطل. يا ده انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم مال وهدومك وتشرف العيله. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفريه بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغه، لانجوج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد احزم به السوق، وبعدين برقصه، وبعدين لا الباقي عليك بقى، خاله كبر. لبنان؟ احنا مش كنا فوتنا الشغل في متعوقبه؟ نرجع تاني ليه مدان لبنان؟ وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه. وانا اقول برضه رز ايه اللي هناك هم كلهم سمباتيك كده؟ انت بتتكلم جد يا خال؟ عيب ولا انا هزر معاك في الشغل. والمصحف الشريف؟ أيوة. انا معاك. معاك يا خال. يلا. معاك في اي مكان. ايه يا استاذ بالدور يا استاذ؟ بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف لان عندي خشونه بالركبه. خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش. كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك يا استاذ دي طياره مش ميكروباص. ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده. من فضلك ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك. قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا، انت اللي قلت مش عارف. قرر اسرع. تعالى تعالى بفتش. تعالى بس ايه؟ شفت لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا برضه بتتكلم تاني. قلت لك دي طبيعه شغل. ايه يا كابتن؟ ايه الغاوي اللي انت طالعه بالدور؟ وين الواد اللي لابس دي لبنان؟ معلش يا باشا انت اتاخرت قوي يا خال. معلش يا ابني، دي المعلمه. انت عارف المعلمه في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معديه ال 80. معديه ال 80؟ ده هتلاقيها وليه كبيره بقى ومتسيغه وعماله تجر رجليها من كتر الصيغه اللي لابساها. اوبا هي دي المعلمة. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله الله. شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصل كنت عايز اطلع اقول لك كلمه في ودني. مهضوم. ده قعدت زينا ولا؟ اه يا اخي. طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد. عادي؟ اه. تروقتوا؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده يا خال؟ دي جايبه لنا كوز لانشو. لا ياض. ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول لي النتيجه. عناية. يا قليل الادب. اعذرنا يا خال، اصل انا وسخ. تقولش على نفسك كده، خالك اوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحته من اول ما تمسكها بايدك. تجيبها يمين اه تيجي معاك، تجيبها شمال اه تيجي معاك. لا مؤاخذه في الكلمه تسخنها اه تطرف ايدك اه. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش في امان. الريحة والملمس لا يمكن يتضرب أبدا، مش كده يا قمر؟ أكيد. يا خلاصي حنة والبان ذكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو؟ ده هما اللي مسيو يربوني. بقول لك إيه يا قطة، في عندكم بلات؟ طبعا، نحن اللي عنا البلز. إيه ده يالا؟ ده حبوبها الواسع يا خال. إخرس.
انا يمكن انزل البلد حاجه زي كده واضر بيها الشعب. انا وطني، ثم انا اسمي السبيشياليست، تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا واد سف دول. بس ديروا بالكم، هاي دول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنه، 6000 سنه حضاره، والف من عندي يبقى 7000. بس معلش الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. انا نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا قوم بينا يلا عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا يلا. انا غايب يا خير. احنا واقفين فوق جبل. الله احنا في مقطم ولا ايه؟ وانت ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في مقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي كنت تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا ايه؟ ده ادري عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو. اه صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو. البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم؟ اه عوم يا خال. هنعد من واحد لثلاثة ونقفز. ايه؟ من واحد لثلاثة ونقفز. نقفز؟ اه. بتعرف تقفز؟ عيب يا واد. عيب يا واد. ربنا يستر. واحد. روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي؟ اه يا بيتش باجي. بيتش باجي. بيتش ما نعرفهاش للدبان ونقول ده قدر الرحمن. يا خان انا ولعبت يا زهر. يا خان واتبدلت اللي حاضر. قوم يا خان. انا مش قادر. قوم يا خان. انا مش عارف الحاجات اللي بتحصل. انا تعبان. ايه؟ بشوف حاجات. ايه ده؟ اللي هب التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده؟ اه يكونش تلفزيون مركزي؟ مركزي ايه؟ ايوه ايوه في لبنان بيبقى تلفزيون مركزي زي التكييف كده. والمصحف الشريف؟ ايوه هو بس. الله حاسس في حاجات بتتحدف الحالي بسرعه بالنضاره بتاعت 3 دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول اتفاداها لان ما بتلوش. ما جبناهاش من مصر ديت. ما جبتهاش. طب اوبا ايه؟ تعالى جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك ده حمار. لا فيل. الفيل الازرق كده. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سلامتك يا خان. سلامتك. الله. بقول يا ابو صبري ايه؟ سيبنا لوحدنا شويه. مين سيبنا لوحدنا دول؟ سيبنا سمير وبعدين ابو صبري. مش احنا اتفقنا لما يجي حد ضيوف عند خاله بتقوم تقول بالاذن انا؟ ايوه ده للضيوف لكن دي ثلاجه. ثلاجه ايه يا حمار؟ انت مش شايفها؟ الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمزت لي بعينيها. صاروخ ايه يا حاج؟ يلا اتحرك يا حاج. اتبسطت بخلقت امك دي؟ اهي ماشي. يا خال ايه مين اللي ماشي؟ تعبان. انا تعبان. لا يا خال ما تقلقش. انا تعبان عايز افصل. ما تقلقش انا فصلت ذات نفسي وحصلت. معلش معلش. انا مالي انا راجل متخصص حشيش تشرب لي البلا الازرق ده؟ ايوه انت مش قد شربته ليه؟ مش شايف. عايز افصل يا ابني. انا تعبان. ما تقلقش يا خال انا هنزل اجيب لك شيبس. ولا انا عايز شيتوس بالجبنه. او اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين؟ عايز شيتوس بالجبنه. هجيب لك شيتوس بالجبنه. لا ده استنى انا خليني على قديم واحسن. انا عايز جبنه قديمه. ايوه وخل. أيوة. ورنجه. جبنه قديمه وخل ورنجه. بس بسرعه. انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه؟ هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه بس. حاضر. يخلص. حاضر. شفت؟ شفت ايه؟
شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خالة، هي مفتوحة اهي. عينيها بتقفل؟ لا والله اهي اهي اهي. الحق عينيها بتقفل. لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده هيبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط، ده بتقفل. بثبتها لك بسلوتيب. عينيها بتقفل، عينيها بتقفل. بثبتها لك بسلوتيب، بدور على سلوتيب بس واثبتها لك. شوف شوف عينيها، الظاهر عينيها بتقفل نص يوم. مش قادر، انا مش قادر. استريح انت. عينيها بتقفل. لا ما بتقفلش، استريح انت يا خالة، استريح واستريح. مش قادر. سبحان الله. بسرعة يا سمرة بسرعة. حاضر حاضر، استريح بس انت الغلطة. بسرعة يا سمرة مش قادر. تعبان. 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 أرض العشارة ليها ليها بس. ديلو. ده ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا عم هاني؟ هو ضيق فعلا بس ظريف. بقول لك ايه، شوف هتشرب ايه؟ ده منيو المشروبات. منيو المشروبات؟ ده ولا صفحة الكبائر. حرام عليك، ده احنا في مخور. بس بقى بس بطل افوارة لو سمحت. احنا هنا في لبنان، اي مكان في لبنان بيبقى فيه كحول. وبعدين متضايق قوي، اتفضل امشي وانا هتفرج على الماتش لوحدي. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ فاكرني هزعل منك؟ لا احنا مش صحاب عشان ازعل منك. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ انا لازم اخد الفلاشة. فلاشة ايه؟ انت سكرت من الاتموسفير؟ سمير. ايه ده انت؟ انت سكرانة ولا ايه؟ شبيه. انت مين؟ ايه ده؟ مدام ليزا اللذيذة؟ كانت معنا كتير، هتلاقيني همكم اخدتوا كتير بيلز. بس انا كويس، انا متعود على البيلز يعني. بس خالي خالي. شبوه خيلك؟ خالي صرفلت منه قوي في الاوضة. طيب انت وين رايح هلا؟ انا رايح اجيب له رنجة. شو رنجة؟ بتاع ملاحة تظهر في شم النسيم. احنا ايه ده؟ دي حلوة البلز دي. قال انا قابلت مدام ليزا اللذيذة وبقول لها رايح اجيب رنجة لخالي. يا لاوي وطويق. لا ده احنا في لبنان وتويت. يا لاوي سمير وتويت. يا لاوي حتى اساقه بصي وتويت. السما مليان، السما ايه ده؟ السقف، السقف مليان وتويت. هي دي الرنجة لقيتها لك يا خال. الواد ده انا شفته في ايه ده؟ بيبو مش ده اللي كان معانا على الطياره وكان معاه واحد قريبه كبير كده كان لابس ترينك سوت موف على اصفر؟ صح. لقيت لك الرنجه يا خال. خلاص حاجه عفوا عفوا عفوا، ضيع شبه الاكواريوم. وايه الضلمه دي؟ في ايه؟ النور مقطوع ولا ايه؟ اكيد حصل قفل في الكهرباء، ما مولع شمع. بتحصل طيار هوا جامد قفل الباب وخلصت، مفيش اكتر من كده. اسماعيل ابن علي، ابن علي بابليس. ما تدليش ما تدليش ما تدليش ده. اعتبرني اعتبرني راجل من رجالتك. حتى انا ممكن اقطع معاك، اقطع وكيس، مش عايز اموت. الحقني الحقني الحقني. اهو لحقك بالبلطه يا شاب. ابوس ايدك، مش عايز اموت بالبلطه. بلاش البلطه، ابوس ايدك. لا بلاش البلطه. يا ابن المحظوظة، فاضل في عمرك دي، مش عايز يموت بالبلطة. فكرة عظيمة. كتاية عني فين؟ جريشة ولا جريشة؟ ده جات له كومة يا جماعة. ده في كومة يا جماعة، ده في كومة. هات مية هات مية. يا خاطر يا جريشة، يا خاطر يا جريشة.
انت مين؟ انا اسماعيل صاحبك يا غبي. انت لا صاحبي ولا نيلة. الله يخرب بيتك يا اسماعيل. افهمك حرام عليك، البنطلون باظ يا اسماعيل. اسماعيل انا سخيت على روحي يا اسماعيل. بدون ما نجحنا على جريشة. نجحتوا في ايه؟ اللي حصل فيك النهارده بقى يا جريشة مشهد من فكرة الفيلم اللي بحلم ان انا احققه، يبقى نجحنا. نجحنا بس. ايوه ايوه دي مصداقية. يا جريشة دي مصداقية يا صية. بس يا جريشة يا صية صحابي يا جريشة صحابك صية. طب عشان البصمات. انت عارف يا جريشة اللي اتعمل فيك ده لو اتعمل في الفيلم هيكسر الدنيا بصراحة. اسماعيل مفيش حد زيه في التنكر والفاشل افكت. بقى معقول يا جريشة تبقى شغال في السينما ومش عارف تشغل اسماعيل؟ انا كنت بحس مع الراجل ده بسبب الموضوع دوت. قلت له موضوع السبيشال افكت ده لا هياكل ولا يشرب معانا هنا في السينما. ما تيجي انزلك مكير اهو تكسب بدل السلف والدين اللي انت عايش بيهم دول. انا عمري ما هشتغل مكير راجل. اقعد. انا بتاع سبيشال افكت. سبيشال افكت اه بقى تنك وتقرعن على الشغلانه. بتعمل انت ايه يا ازب بالمكير؟ هي نيتها الوان وشويه رطوبه. مش شايفين ايه؟ ايه ده؟ ده البيت اللي هيدور فيه فكره الفيلم اللي بحلم بتحقيقها. والله يا اسماعيل انت صعبت عليا. ما عندكش اي فلاش عليها الشغل بتاعك اوريه لاي منتج من المنتجين اللي بقعد معاهم يمكن تلفق؟ بجد يا جريشة؟ اه برنس يخرب بيتك. 2 مليون؟ اسم كبير زي هند صبري هتطلب ايه اقل من كده يعني؟ على فكره انا حاولت معاها تنزل في الفلوس بس هي ما رضتش. بقى كده تلو دراعي. طب بعدين انا التصوير بعد يومين. طب ايه اقولك بقى؟ انا هضايقها. كلميلي بدرية طلبة. على فكرة يا مستر أدهم أنا من ساعة ما عملت فكرة الإعلان وأنا كان رأيي يعني إن احنا نجيب وجه جديد، نجيب حد كده فريش ما تشافش قبل كده عشان الناس تصدقه. طب كلمي الواد جريشة بسرعة أجيب بنات عشان نعمل كاستنج. ماشي يا هند. دخلوا جريشة والبنات. إيه ده؟ بالسرعة دي؟ أنا مكلمين من امبارح وهو واقف بره بقاله ساعة. صباح الخير يا صانع السعادة. صباح الخير يا رانيا. سهام، ريهام، وأخيرا وليس آخرا ميرفت. لف كده يا ميرفت. أنا قلت هتعجبك ميرفت، بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا. ليه؟ تتناقشني أنا ولا إيه؟ استنوني برا أنتوا يا ملات. يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناظر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع على البنت اللي أنا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها بوصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت، طيبة بس متوحشة. أنت معايا يا ابني ولا مع الأسف؟ أقطع دراعي لو فاهم حاجة. بس على العموم أنا معايا فلايش لكل مودلز مصر كله. فلايش؟ هتلاقي السمرة والشقرة والبيضة والحمرة. ايه يالا انت المناظر دي؟ في اسعادتك. ايه المناظر دي يا دينت؟ لا مؤاخذة بيدي فلاشة واحد صح. استنى شوية. فلاشة غلط يا بيه. استنى شوية. يا بيه الفلاشة غلط. استنى شوية يا حمار انت. الله. حاضر سعادتك. برضو ما تخلف على بكره رحمه يا اخي. يا اسماعيل انت بتتخانق ولا ايه؟ جرايا صيع جرايا صيع واحنا صبعنا في بقنا صيع. اهدى اهدى يا جريشة. اهدى ده الراجل بتاع الدليفر حرام عليك. امال لابس لبس السجن ليه كده؟ بقول لك يا جريشة حاسبه على المعمل للواد لقمه. الواد على اللحم بطنه. حاضر حاضر. ما انا على طول كده. 540. لا يا حبيبي هم 200 جنيه حلوين قوي. 540 لا لا اتكل على الله. يلا 200 جنيه حلوين قوي. مش هينفع يا فندم. انا مال انا بيه؟ انت بتشيلني همك ليه؟ يلا يا حبيبي. مش هينفع. يلا يا اخويا بس دي اول مره وبعد كده هنجيبك تاني. يلا بس تجيب ايه يا فندم؟ يلا اتكل على الله. ايه ده سلم؟ عامل ايه يالا؟ ازيك يا انكل جريشة؟ بقول لك ايه يا جريشة، انا بعمل بيض بالبسطرمة. عامل حسابك معانا؟ والله سبقتكم بس مفيش مشكله يعني لو اكل لقمتين معاكم. ماشي. بقول لك ايه يا سمعه، امرني. في بنت كده انت تعرفها مزنوق فيها. هتوش وشك بالزيت ده اشوهك والمصحف. الواد قاعد يا اخي. انت فهمت ايه؟ امال ايه؟ لا ما اقصدش مش للدرجه دي. بنت صورتها كانت على الفلاشه اللي انت اديتها لي. مفيش حريم على الفلاشه بتاعتك. لا حبيبي في حريم وحلوين وطعمين كمان. فين الكمبيوتر؟ الكمبيوتر في الثلاجه، لكن لو اللابتوب جوه. حلوه. عندك في المفاعل؟ ايوه. يا سلم يخرب بيتك وحشني. قال صغيره بس قرود. بقول لك يا سليم، انا كنت بعمل لك بيض بالبسطرمه بس تقريبا قلبت مني على فاصوليا بيضة. سمعة الله يحرق ايامك. تعالى لقيت البنت يا سمعة. يحرق ايامك. بنت ايه؟ ايه يا عم القمر المنور دوت؟ هي دي؟ تخيل ادهم العش عايزها في حملة اعلانية كبيرة قوي ومالقاش غير دي؟ بتطلعها في القفص بنت الجزمة. ما تحترم نفسك يا اخي بقى، احترم نفسك. الله فيها يا جدع، انت محموق عليها ليه؟ هي خطيبتك.
والله شكلك انت بقنت معاه ولا بظبط معاه. بظبط ايه؟ ما ينفعش اظبط معها اساسا. ليه يا اخي؟ يا جت عليها البت دي. البت دي انا وانا البت دي. طيب يا سيدي ما تقلقش عليها، هناخدها تعمل الحمله وارجعها لك صخ سليم. طب افهمه ازاي المتخلف ده؟ يا بني ادم انا والبت دي بني ادم واحد. ازاي يعني؟ كنت بعمل ماسك واحده ست، فجبت بنت موديل اجربوا عليها، فالبنت طلبت فلوس زياده فعملته على نفسي. على فكره انت بتتشل على فكره. والله العظيم هو ده اللي حصل. ما تنفسي نفسك كده. ايه يا جريش، هو انا هختصبك ولا ايه؟ تليفونك كبير. الو. ايوه يا صانع السعاده. ايه يا زفت؟ البنت اللي حضرتك طلبتها عشان تعمل الحمله، اهلها يا سيدي اهلها مش راضين ان هي تمسك. انا هصور الاعلان بعد بكره. عرفت تجيب البت استبينا، ما عرفتش تجيب البت انا هبعت مدير انتاج دكر يجيبها من شعرها. هتقعد في بيتكم وهيطلع عين امك. الله يخرب بيتك يا اسماعيل وبيت سنينك السودة. حسبي الله ونعم الوكيل. طيرت مني المصلحه وقطعت عيشي. ايه يا عم انا ذنبي ايه؟ اللي هيجنني اموت واعرف ليه المخرج بتاعكم مصر على البنت دي تحديدا. يا عم ده حمار، ده عمل فيها الباتشينو وقال لي اصل شكلها جديد، شكلها شرس بس نظرتها بريئه. اعمل ايه بس؟ طب بص عليها جريشة، دخل العيل الصغير ينام عشان نتكلم كلام كبار. سليم حبيبي خش كمل الساندوتش في الاوضه. خش خش يا حبيبي. يلا حبيبي انت هتركب على المصلحه دي يا اسماعيل. اركب عليها ازاي يا جريشة؟ خد لك بس نفسين من المزمار البلدي ده واسمعني كويس. هي ديتها 5 ساعات تصوير، وتاخد ال20,000 بلبل وتهبط. مش عايزينك يا اخي تاني، تدفع الديون اللي عليك وتصرف على الغلبان الصغير اللي جوه دوت. يا راجل ده لولا الشقه اللي انت وارثها من ابوك كان زمانك دلوقتي انت وابنك في الشارع. وانا اضمن لك يا سيدي انك ترجع صخ سليم، محدش هيلمسك ابدا. بقى عايزني انا؟ انا اسماعيل الجرح ايقونه الرجوله رمز الفحوله، يجي على اخر الزمن واعمل واحده ست؟ يلا يا جريشة يلا يا جريشة. يا جدع انا بقول لك مصلحتك. يلا يا عم مصلحتك. يلا مصلحتك. يلا يا عم جريشة افهمني بس. يلا يابا انت هتعملها مره. يلا يا عم خد المسمار ده بتاعك وتوكل على الله. طب حق البقاله. يلا يا عم ما ينفعش بنت كومبارس كنت بديها 200 جنيه في اليوم اديها 100,000 جنيه في الاعلان. 100,000؟ اه كتير برضو. عشان كده بقول لكم شوفوا اي حد تاني غيرها. اسمها ايه البت دي؟ اسمها رغده. رغده شوفي حتى الاسم قديم. انا ماني وايز ماليش علاقه بالموضوع، بس البنت ملامحها ان جدا للحمل. طيب يبقى على البركه. قول لها يا ابني ان احنا موافقين. موافقين ازاي؟ الله يا باشا انت كده بتعص علينا الناس وبتبوظ السوق. انت مالك انت؟ انت هتدفع حاجه بتجيب امك؟ الله ازاي يا ادم؟ ادم ازاي يا صانع السعاده؟ اسمع خير مالك؟ البنت دي انا عايزها بكره. بكره الصبح تكون عندك في البلاتو. انزل من على ودانا يا جريشة. انا عمري ما هعمل التهييس اللي انت بتقول عليه ده. التهييس اللي انت بتقول عليه ده هيجيب لك فلوس زي الرز. دول رفعوا المبلغ ل40,000 بلبل. 40,000؟ اه ل40,000 ولا 60,000؟ انا ما فيش الكلام ده. راجل عبد انا مش عارف انت متجعرن قوي ليه كده، مع اني عارف البير وغطاه. مش عارف اسماعيل يعني، بس انا واحد من الناس مش هطلب منك تمن البقاله. انت بتعايرني يا جريشة؟ ان شاء الله ربنا هيدبرها من عنده يا سيدي. ونعمه بالله بس ده رزق وجالنا نعمه نرفضها؟ لو كترت في الكلام شكل انا اللي هرفضك. طب انت عارف يا اسماعيل لو ما دفعتش مصاريف المدرسه لسليم هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتيره قوي كتيره قوي. حاجات كتير. سليم هيطرد من المدرسه الانترناشونال وهتضطر ترميه في اي مدرسه. هيتعلم الصياعه وده المكان اصحابه نور ومهند هيبقى بره وكرع. وسليم الكيوت هيتحول لبلطجي وشبح ويقعد يثبت في الناس ومش بعيد يثبتك انت. وبدل ما كنت تتمنى تشوفه دكتور ولا مهندس هتنتهي حياته في السجن. السجن السجن يا اسماعيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا الله ولا فعلك. قلت لي التصوير امتى؟ بقول لك ايه؟ بصي دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش. يعني قولي له يهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. تعالي يا رغده. Mama.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي اهدي سمحت. إيه؟ لو سمحت معلش انا اسفه لله السلك لمس في الكعبه فتقريبا الكهرباء. لا لا ولا يهمك ده من حظ الحلو. قولي لي رغده ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه يا ضه على موضوع نبويه ده. ايوه ايوه صح هو قال لي نبويه. نبويه ايه؟ احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكرييتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا 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 هي ما تقصدش هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا اه جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا ريس. حرك. رغدة لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ أرجوك لو سمحت. أنا كنت عايز أسألك بس أنت مثلت قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا أول مرة مثل. حد قال لك قبل كده إنك شبه منة شلبي؟ لا بيقولوا لي إني شبه مدحت شلبي. إحنا جايين نهزر بقى ولا إيه؟ أمال جايين نعمل إيه نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضة إيه؟ أنا بلعب رياضة الزينة. تسمع عنها؟ أوه إلا أسمع عنها. اكيد هي اللي مخليها جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على ادبك يا سافل. انا عايز اصور سفاله وقله ادب. شو بقى يا جماعه هنبدا؟ اتفضلوا. بص يا رغده انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه بتستفز الحيوان اللي جواه بيتسلل وب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط. انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتمان هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي. اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات. اهدي هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا وبمنتهى الانكسار وهتعيطي وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نقف جنبها. تمام فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده ايقونه التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش. ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده. ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شفت واحد تحرش اول مره. اكشن. مين قال ستوب؟ ستوب؟ ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحقنا يا استاذ ادهم. الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه في اوضه النوم مش في اتوبيس. ادهم ايوه مجنن ازرق. انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر بس. حلو حلو قوي حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. اوعى يلا يا ريس. عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه؟ بقول لك يا جريشه انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا يا العيل. خش كلاك. شفت واحد تحرش تاني مره. اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هو فين الرجاله دي يا اخويا؟ انت عايز قلمك بوجهك. انت اللي عايز قلمك مش قلمك. ايه يا ولاد انتوا حد من عينه كل ايه؟ يا حميد انت فيها ضلال. يا ولاد الكلب. انا سبست
ناقصني واحده ست، وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه، ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حمله لا للتحرش. المره الجايه هتجيبني في حمله ايه؟ تنظيم الاسره. هتجي يا نهار اسود، وشك ابتدى يشقق. قوم اعمل اي حاجه بدل ما نتكشف بسرعه. اتفضلوا. برافو يا رغدة، برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحملة خالص بجد. انت عارفة يا رغدة أول مرة حد إيه ده؟ رغدة أنت معايا يا ماما ولا إيه؟ لا ولا يهمك، أول مرة حد ما ينفذش تعليماتي ومع ذلك أنا مبسوط جدا بجد. عشان كده أنا بفكر أغير الشعار بتاع الحملة، لو حد اتحرش بيكي خد حقك بإيديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة، مين هيوصل رغدة؟ أنا يا صاحب السعادة هوصلها بعد ما قبض الكرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله. أنا هوصلها. براحتك يا ريل. لا هو في الحقيقة أنا ما ينفعش روح مع حضرتك خالص، لأن أنا أصلا ساكنة في أرض اللواء، وبعدين دي منطقة كلها رتب وفي لجان ممكن أتثبت هناك. طب خلاص يا جماعة مفيش مشكلة، أنا هوصلها. تعالى يا واد اتكلم على خالك. هو ده خالي؟ ازيك عيلوه وعيلتي من دهب. هات ده بقى نصطيب احبوب وخد ديت. انت اللي جابك يا سمير؟ مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه. انت اشتكيتله وقلتله اختك مش فهمانه يا خال. انا فنان والله العظيم ثلاثه يا خال. فنان ايه يا دو باب ايه ده؟ انت من عيله الاباصير يا راجل. بدا اباصيري بقى شندويلي. اباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الافراح والموالد عشان تقرنا؟ افراح وموالد ايه يا خال؟ افراح وموالد ايه؟ انت لسه عايش في موضه الترنجات الملونه وجلجيلي جلجله يا خال؟ دلوقتي في ند، في تكاتك. انت مش بتسمع الاغاني بتاعتي اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقه هي بتعجبني، وانا كمان بتعجبني، بس هوايه يعني ما فيهاش مستقبل. هوايه ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هوايه، ولو كترت في كلام هديلك على وش امك. لا مؤاخذه يا نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخويا. انت عايز تقرنا يا ابن الجزمه؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمه. بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيلة واطية يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنف غلط. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لمؤاخذة بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ محدش لحاجة عادي، محدش لحاجة. يا ولد انت بطل. يا ده انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم مال وهدومك وتشرف العيلة. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفرية بيزنس. بيزنس لغة لانجوج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد هحزم به السوق، وبعدين برقصه، وبعدين لا الباقي عليك بقى خاله كبر. لبنان؟ احنا مش كنا فوتنا الشغل في بيت عقبه؟ نرجع تاني ليه مدان لبنان؟ وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت جبال الرز. جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ وانا اقول برضو رز ايه اللي هناك هم كلهم سمباتيك كده. انت بتتكلم جد يا خال؟ ايوه ولا انا هزر معاك في شغل. والمصحف الشريف؟ أيوة. انا معاك يا خال. يلا معاك في اي مكان. ايه يا استاذ بالدور يا استاذ؟ بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف، لان عندي خشونه بالركبه. خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش. كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك يا استاذ دي طياره مش ميكروباص. ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده. من فضلك ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك. قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا، انت اللي قلت مش هقرر اسرع. تعالى نفتش. تعالى شفت لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا برضه تتكلم تاني. قلت دي طبيعه شغل. ولا اتاخرت قوي يا خال. معلش يا ابني دي المعلمه. انت عارف المعلمه في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟
يعني معديه ال 80. معديه ال 80؟ ده هتلاقيها وليه كبيره بقى ومتسيغه وعماله تجر رجليها من كتر السيخه اللي لابساها. اوبا هي دي المعلمه. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله الله. هاي. شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصلي كنت عايز اطلع اقول لك كلمة في ودني. مهضوم. ده قعدت زينا ولا؟ اه يا اخي. طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد. عادي؟ اه. روقته؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده خال؟ دي جايبه لنا كوز لانشو. لا ياض ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول لي النتيجه. عناية يا قليل الادب. اعذرنا يا خال اصلا انا وسخ. تقولش على نفسك كده خالك اوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحتة من أول ما تمسكها بإيدك، تجيبها يمين تيجي معاك، تجيبها شمال تيجي معاك، لمؤاخذة في الكلمة تسخنها تطرى في إيدك. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش في أمان. الريحة والملمس لا يمكن يتضرب أبدا، مش كده يا قمر؟ أكيد. يا خلاصي حنة والبان ذكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو؟ ده هما اللي مسيو يربوني. بقول لك ايه يا قطة؟ في عندكم بلات؟ طبعا، نحن اللي عنا البلز. ايه ده يالا؟ ده حبوب هلواسة يا خال. اخرس. أنا يمكن أنزل البلد حاجة زي كده وأضر بيها الشعب. أنا وطني. ثم أنا اسمي السبيشياليست. تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا. شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا سف دول. بس ديروا بالكم، هاي دول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنه. 6000 سنه حضاره. والف من عندي يبقى 7000. بس معلش الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. انا نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا ها قوم بينا عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا يلا. خايف. ايه ده؟ انا خايف يا خير. احنا واقفين فوق جبل. الله احنا في مقطم ولا ايه؟ مقطم ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في مقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي كنت تحت ده. قالوا ايه ولا قالوا ايه ولا قالوا ايه؟ بدر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو. صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو. البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم؟ اه عوم يا خال. هنعد من واحد لثلاثة ونقفز. ايه؟ من واحد لثلاثة ونقفز. نقفز؟ اه. بتعرف تقفز؟ عيب ياض. عيب ياض. ربنا يستر. واحد. روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي؟ اه يا بيتش باجي. بيتش باجي بيتش. عربي عايش للدبان.
ونقول بقدر الرحمن دخان. انا ولعبت يا زهر دخان واتبدلت اللي وما خان مش قادر وما خان انا مش عارف حاجات اللي بتاعها انا تعبان ما اشوف حاجات ايه ده اللي هب التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده يكونش تلفزيون مركزي مركزي ايه ايوه هو في لبنان بيبقى تلفزيون مركزي زي تكييف كده والمصحف الشريف ايوه هو بس الله حاسس في حاجات بتتحدي في الحالي بسرعه بالنضاره بتاعه 3 دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول اتفاداها لان بيتلوش ما جبناهاش من مصر ديت ايش طب اوبا انت عجب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا الفيل الازرق ايه يا حاج اسم الله على مقامك ده حمار لا فيل الفيل الازرق كده لا اله الا الله لا اله الا الله سلامتك يا خان سلامتك الله بقول يا ابو صبر ايه سيبنا لوحدنا شويه مين سيبنا لوحدنا دول سيبنا سمير وبعدين ابو صبر مش احنا اتفقنا لما يجي حد ضيوف عندي خاله بتقوم تقول بالاذن انا ايوه ده للضيوف لكن دي ثلاجه ثلاجه ايه يا حمار انت مش شايفها الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمزت لي بعينيها صاروخ ايه يا حاج يلا اتحرك اتبسطت بخلقت امك دي اهي ماشي يا خال ايه مين اللي بقى تعبان انا تعبان عايز افصل ما تقلقش انا تعبان عايز افصل ما تقلقش انا فصلت ذات نفسي وحددت انا مالي انا راجل متخصص حشيش تشرب لي البلا الازرق ده ايوه انت مش قد شربته ليه مش شايف عايز افصل يا ابني انا تعبان لا يا خال انا هنزل اجيب لك شيبس ولا انا عايز شيتوس بالجبنه او اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين عايز شيتوس بالجبنه هجيب لك شيتوس بالجبنه لا استنى انا خليني على قديم واحسن انا عايز جبنه قديمه ايوه وخل أيوة. ورنجه جبنه قديمه وخل ورنجه بس بسرعه انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه بس يخلص حاضر شفت شفت ايه شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خالة هي مفتوحة اهي عينيها بتقفل لا والله اهي 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 الحق عينيها بتقفل لا اهي والله مثبتها لك عينيها لو قفلت كده هيبقى غلط ما تقلقش هنفتحها تاني غلط عينيها بتقفل عينيها بتقفل عينيها بتقفل ثبتها لك بسلوتيب بدور على سلوتيب بس وثبتها لك شوف شوف عينيها الظاهر عينيها بتقفل نص يوم مش قادر انا مش قادر استريح انت يا خالة لا ما بتقفلش استريح انت يا خالة استريح استريح مش قادر سبحان الله بسرعة سمرة بسرعة حاضر حاضر استريح بس انت غلط بسرعة سمرة مش هاد تعبان 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 أرض العشارة ليها ليها ديلو ده ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا عم هاني هو ضيق فعلا بس ظريف بقول لك ايه شوفها تشرب ايه ده منيو المشروبات منيو المشروبات ده ولا صفحه الكبائر حرام عليك ده احنا في مخور بس بقى بس بطل افوره لو سمحت احنا هنا في لبنان اي مكان في لبنان بيبقى فيه كحول وبعدين متضايق قوي اتفضل امشي وانا هتفرج على الماتش لوحدي مش هينفع امشي مش هينفع ليه فاكرني هزعل منك لا احنا مش صحاب عشان ازعل منك مش هينفع امشي مش هينفع ليه انا لازم اخد الفلاشه فلاشه انت سكرت من الاتموسفير ايه ده انت انت سكرانه ولا ايه شبيه. انت مين ايه ده مدام ليزا اللذيذه كانت معانا كتير هتلاقيني همكم اخدتوا كتير بيلز بس انا كويس انا متعود على البيلز يعني بس خالي خالي شبوه خيلك خالي صرفلت منه قوي في الاوضه طب انت وين رايح هلا انا رايح اجيب له رنجه شو رنجه بتاع الملاحه تظهر في شم النسيم احنا ايه ده دي حلوة البلز دي قال انا قابلت مدام ليزا اللذيذة وبقول لها رايح اجيب رنجة لخالي يا لاوي وطويط لا ده احنا في لبنان وتويت يا لاوي سمير وطويط يا لاوي حتى اساق مصري وتويت السما مليان السما ايه ده سقف سقف مليان وتويت هيا دي الرنجة لقيتها لك يا خال الواد ده انا شفته ايه ده بيبو مش
مش ده اللي كان معانا على الطياره وكان معاه واحد قريبه كبير كده كان لابس ترينك سوت موف على اصفر؟ صح. قلت لك الرنجة خال خلاص. حاجه عفوا 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 ده يا شيب الاكواريوم.